السلام عليكم البنات، كديرين احباب قناه مفتاح الخيرات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم والف مرحبا عندي. ما تنساوش البنات تدخلوا ديروا جيم، ما تنساوش البنات اللي جداد يدخلوا ويوركوا على جرس الاشتراك ابوني باش يوصلهم كل جديد. مرحبا بالناس اللي خارج البلد واللي داخل الوطن، مرحبا بكل متتبعين القناة مفتاح الخيرات، مرحبا وألف مرحبا. ومرحبا باللي الناس اللي أول مرة غادي يدخلوا القناة، مرحبا بهم وألف مرحبا. اليوم البنات أحباب قناة مفتاح الخيرات غادي نهضروا على البهق، وعندنا الدواء ديالو، عندنا الدواء ديالو. أول حاجة بعدا كنهضروا عليه، بعدا كنشوية غادي نهضروا على البهق. هاد الوصفة البنات غادي نديروها، غادي نعومو بصابون الكف. ملي غادي نديرو هاد الوصفة، باقي ما قلتش لكم الطريقة، العومان غادي يكون بصابون الكف. ما ديرو لا جل دوش لا شي برودوي لا حتى شي حاجة، صابون الكف هو اللي غادي تعومي به. وغادي ديري هاد الوصفه لمده 3 ايام ورا بعضياتها. هذيك المده ديال 3 ايام ورا بعضياتها ما غاديش تعومي فيها، غتعومي النهار اللي غادي تبداي فيه الوصفه وما تبقاش تعومي لمده 3 ايام. غادي تولي تبدلي غير حوايجك في الليل ملي تبغي ديري هاد الوصفه. صافي، ملي غتبغي ديري هاد الوصفه غتبدلي حوايجك وغادي ديري هاد الوصفه اللي غنعطيك، وغتلبسي حويجات نقيين اخرين، وغادي تنعسي. ونهار الثالث حتى هويا ملي تبغي تجي تنعسي عاوتاني، تحيدي دوك الحويجات اللي كنتي لابسه، وغادي ديري وصفه جديده وتلبسي حويجات نقيين. يعني لمده 3 ايام غتعومي مره واحده، و 3 ايام ما غاديش تعومي فيها نهائيا. 3 ايام كامله ما غاديش تعومي فيها نهائيا، غادي غير تبدلي حويجاتك صافي كفا، ما غاديش تعومي الا عمتي بحال ما درتي والو. وتعوموا البنات بالصابون الكف، تحيدوا هذاك الجل والصابون هادي والصابون هادي، غتحيدوا كلشي جل دوش وهذا وهذا كلشي تحيدوا. غادي تعوموا بالصابون الكف، صابون الكف تكون خصيصه ديالك، تعومي بها وتطرفيها، تعومي بها وتطرفيها. صافي، ملي غادي ديري الوصفه لمده 3 ايام ديال الكبريت والخل، غادي البنات غادي تداومي العومان بالصابون الكف لمده شهر على الاقل، لمده شهر على الاقل. ما ديري لا جل دوش لا حتى شي حاجه. حنا صافي درنا الوصفه، سالينا هذيك 3 ايام دوشنا، درنا الوصفه 3 ايام، كل نهار كنبدل حويجاتنا كنديروا وصفه جديده، كل نهار نبدل حويجاتنا نديروا وصفه جديده، كل نهار نبدل حويجاتنا نديروا وصفه جديده. سالينا النهار الرابع كندوشوا، كندوشوا كاملين وكل شيء. غادي تشوفي البهق غادي يختفي تماما كليا من الجسم، المنطقه اللي فيها البهق. من بعد غادي نوليو فيما تبغي تدوشي، غادي تاخدي الدوش ديالك بالصابون الكف لمده شهر، شهر ديال الوقت، شهر ديال الزمان اللي عاد تاخدي الدوش ديالك بالصابون الكف. ان شاء الله تكونوا فهمتوني البنات. حاجه اخرى البنات، البارح ملي عطيت الوصفه ديال البواسير، اول حاجه البنات ملي كديروا اي حاجه ديال طبيعيه ما كتغسلوش بجل دوش ولا كتغسلو شي صابون، الصابون الكف البنات اللي غادي تغسلو به. هذه كنوجهها للناس اللي عندهم البواسير، وعطيت الوصفه ديال البواسير البارح، غادي تغسلي بالصابون الكف كما غادي نديروا هاد الوصفه اليوم، حتى هي غادي تعومي بالصابون الكف. اهم حاجه الوصفه الطبيعيه ملي كديريها راه كتغسلي بصابون الكف، واهم حاجه تنشفي مزيان البلاصه المضره اللي غادي ديري ليها الدواء. لازم توكلوا على بركه الله. عندنا البنات هذا الكبريت، عندنا الكبريت ها كتشوفوا فيه كبريت،
وعندنا خل تفاح. خل تفاح انا خل تفاح كنصاوبو في الدار عندي، وكنبدا نخوي في هذه القريعه. هذه القريعه فيها خل تفاح ديال الدار، ما فيهاش البنات خل شاريه. لا، الا كان عندكم خل ديال الدار مرحبا، ما كانش عندكم شوفوا شي عطار موثوق منه اللي يبيع لكم خل ديال التفاح، ولا شروا من باغا فارماسي، راه رخيص ماشي غالي، ولا عندكم في الدار مزيان. المهم خل ديال التفاح ها هو حتى شي نهار ان شاء الله، وغادي ندير لكم الوصفه ديال الخل ديال التفاح كيفاش كيدار، وان شاء الله ما يكون غير الخير. نبداو على بركه الله. البنات الوصفه فيها معلقة 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 كبيرة ديال الكبريت، هادو الناس اللي كيعانوا من البهك هاد الوصفة. وفيها خل تفاح كما قلت لكم، الله يرضي عليكم الا ما شريو من شي عطار اللي يكون موثوق منه. وعندنا معلقه ها هي كما كتشوفوها كبيره ديال الخل تفاح. وغادي نخلطو هاد الخليط مزيان، نخلط هاد الخليط مزيان 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 مزيان. ها هو يعني حاولي تخلطيه مزيان. هانت شوفي شتي، أو شلنا شويه هنايا بانه كاين الماء، غادي نبقاو نخلطو مزيان حتى يشرب. نخلطو مزيان، عرفتوا البهاك منين كيجي؟ البهاك كيجي من اللي كيعوم بالماء ديال البير، وكيجي من الماء ديال البير كيجي من البحر، كيجي من الناس اللي كتعرق وكتدخل للدار وحوايجها عرقانين وفازقين، وكتقول بلاتي حتى نرتاح ونبدل هذوك الحوايج كينشفوا عليها بلا ما ترد البال، وكيرجع هذاك العرق في الجسم وكيدير البهق بلا ما ترد البال. عاده هي كتنوض ولا كينوض هو، عاده كيبدل حويجاته. وكاين عاوتاني العامل اللي هو تا هويا من ضمن هذا الشيء اللي ذكرت لكم، وهو الحوايج اللي كيكونوا منشورين. الحوايج اللي كيكونوا منشورين كيجي الواحد كياخذ تيشورت ولا كياخد شي تريكو وهو باقي فازق من الفوق او من التحت، يعني شبه بارد فازق، وكيلبسو هذاك الماء ديال الصابون كيدخل الجسم حتى هويا كيدير البهك. تبعدو على الماء ديال البير، على البحر حتى هويا كيدير البهك. الناس اللي عندهم البهك ما يعوموش في البحر نهائيا. عندك الحوايج اللي كتكوني عرقانه فيهم وكتقولي بلاتي شويه وعاد نمشي نبدل، كيبرد عليك الدم وكيبردو هذوك الحويجات على جسمك وكينشفو وكيرجع العرق فين كان وكيدير لك البهاك. و الحوايج اللي كيكونوا باقين شويه فازقين وكيهز الولد ولا البنت ولا اللي كان كيهز تريكو وكيلبسو وهو باقي فازق بارد، هذاك حتى هويا ما مشمش مزيان باقي ما نشفش وهو لبسو حتى هويا كيدير البهك. حاولوا تفاداو هادو باش ما توقعوش في هاد المشاكل. وكاين اللي عنده البهك ديما مضرق يديه، ما كيعريهاش ديما مضرقها بشي حاجه، ديما لابس كم حتى لهنايا، يعني ديما يعني هاد الوصفه انا عطيتها لكم قاتله الحمد لله ومجربه 100% وفعاله. لمده 3 ايام غادي يختفي البهك تماما ونهائيا، غير تبعوا الوصفه كما كنقول لكم. وباقي ما شرحش لكم الطريقه كيفاش غادي نديروها،
وكيفاش غادي تبدلوا حويجاتكم وشحال من نهار. حنا نكملوا هذا الخل التفاح مع الكبريت، نكملوا في التخلاط مزيان. اوايا كملناه، ملي كملناه البنات غادي نجيو على الله عليك سيادي، غادي نجيو هنايا وغادي نكونوا دوشنا باش بالصابون الكف مسحنا مزيان جسمنا يكون ناشف، ما يكونش باقي فازوك وتنوضي ديري الدواء راه ما خدامش لك. غادي دوشي بالصابون الكف، من صابون الكف غادي تنوضي ديري تنشفي لحمك مزيان. ملي تنشفي لحمك مزيان غادي تاخذي المنطقه اللي فيها، الا كان الجسم كامل ديرو قيسو معلقه خل معلقه كبريت، معلقه خل معلقه كبريت، فهمتي كيفاش؟ يعني تقيسو بالمعلقه الكبيره، بالمعلقه الكبيره تبقاو ديرو حتى تساليو، يعني تقيسو بالمعلقه الكبيره هي اللي باش ديرو. وغادي تبداو ديرو البلاصه اللي فيها البنات اللي فيها البهك، في الكساف، في الظهر، في الكرش، في الصدر، اي بلاصه غير هي ملي تبغوا ديروا تقيسوا معلقه خل ديال التفاح كبيره ومعلقه ديال الكبريت. ما قدكمش نزيد عاوتاني معلقه كبيره ديال خل التفاح ومعلقه كبيره ديال الكبريت، نديروا له بحال هكا هكا. هو راه كينشف دغيا، هانتوما عاد تشوفوا راه دغيا كينشف من بعد هادشي، من بعد ملي تعومي بالصابون الكف غادي تبداي الوصفه، غادي تعومي بالصابون الكف. ملي البنات غادي تعومي بالصابون الكف غادي ديري الوصفه كما درت ليها ديال الكبريت والخل التفاح، غادي ديريها تنشفي مزيان وديريها، غادي تلبسي حويجات نقيين، هادشي ملي تبغي تنعسي، وغادي تنعسي. ملي تنوضي الغد وياكي تمشي دوشي، هذا ثاني يوم عندك تمشي دوشي، غادي عاوتاني تبقاي حتى الليل. في الليل غادي تحيدي هذوك الحوايج اللي بقيتي بهم نهار كامل وفيهم الدواء ديال الكبريت وخل التفاح، غادي تحيديهم وغادي ديري وصفه عاوتاني جديده، وغادي ديريها عاوتاني. ها هو هذا النهار الثاني، ديريها عاوتاني النهار الثاني، حنا ما غسلنا ما دوشنا ما والو، ديريها النهار الثاني وغادي تلبسي حوايج نقيين، حوايج نقيين. نهار الثالث غادي عاوتاني تنوضي النهار كامل ما تدوشيش، وفي الليل ملي تبغي تجي تنعسي تحيدي دوك الحويجات اللي كنتي لابسه، وغادي ديري عاوتاني هاد الكبريت اللي مخلط، تخلطي عاوتاني جديد الكبريت مخلط بخل التفاح، عاد ديري نهار الثالث وتلبسي حوايج نقيين. كل نهار ديري الوصفه في الليل ملي تبغي تنعسي تحيدي دوك الحويجات اللي كنتي لابسه وديري الوصفه وتلبسي حويجات نقيين. نهار الثاني عاوتاني ما تعومي ما والو لمده 3 ايام وانت كديري الوصفه متكرره لمده 3 ايام وانت كديريها بلا عومان البنات. العومان كيكون النهار الاول اللي عتبداي فيه الوصفه وديال الكبريت وديال الخل التفاح، النهار الاول غادي تعومي بالصابون ديال الكف، من بعد 3 ايام ما غاديش تعومي نهائيا، غتبقاي ديري الوصفه لمده 3 ايام غير كتبدلي غير حويجاتك، كديري الوصفه كتلبسي حويجات نقيين. ما تعوموش البنات، عندكم تعوموا في الوقت اللي كديروا فيه الوصفه، هذيك المده الزمنيه 3 ايام ما كاينش العومان، كاين النهار الاول فقط كتعومي النهار الاول. 3 ايام غادي ديري نهار الثالث، نهار الرابع، نهار الرابع يدوز نهار الثالث، نهار الرابع غادي تدخلي للحمام وغادي تدوشي لك بالصابون الكف، غتبقاي تدوشي به لمده شهر. اي دواء عربي كيبغي تدواش والغسيل بالصابون ديال الحجره اللي هو صابون الكف، ماشي صابون الطوس وماشي جيل دوش، حتى حاجه ما نديروها، عندوشو وغادي نغسلو بالصابون ديال الحجره اللي هو صابون الكف. هاد الوصفه عاد ديريها كما قلنا 3 ايام،
هاد 3 ايام اللي غادي نديروها، نهار الاول غادي ندوشو، غادي نعومو بالصابون الكف، غادي نمسحو مزيان، نشفو جسمنا مزيان، ونكونو يعني ملي دوشنا تنبردو مزيان باش هذوك المسامات ما تبقاش تطلق الماء، نبردو وعاده باش نديرو هاد الوصفه، ولكن نمسحو مزيان جسمنا ونديرو هاد الوصفه ونعاودوها الغد اللي نعاود ثاني نديروها، نحيدو داك الحوايج اللي كنا لابسين، نديرو الوصفه ونلبسو حويجات نقيين وننعسو. النهار الثاني حتى هي نفس الشيء، النهار الثالث عاوتاني حتى هي نفس الدواء نديروه ومع التبدال، وفي الليل نديروه وننعسو. النهار الرابع نمشيو ندوشو بالصابون الكف ونداومو المداومه على الصابون الكف، ندوشو به لمده شهر. من بعد داك الشهر رجعي لحياتك الطبيعيه، ديري جال دوش، ديري الصابون اللي كنتي كدوشي به. المهم الفتره ديال العلاج هي 3 ايام. نهار الرابع ملي غادي تدخلي باش هي الوصفه كديرها غير 3 ايام، ولكن نهار الرابع تدخلي الدوشي غادي تشوفي التبهضي، عاد تقولي البهاك فين مشى. دغيا دغيا فعاله مجربه الحمد لله. البهاك فيه جوج انواع، فيه الابيض وفيه المارو. انت شتي ها هو نشف، ها هو نشف ولبس حويجاتي. الغد عاوتاني نعاود الوصفه، والنهار الثالث نعاود الوصفه، نكمل 3 ايام. النهار الرابع نمشي ندوش بصابون الكف. وبعدو كما قلت لكم البنات، من البحر اللي عندها البهاك، تبعد من البحر، العمان بالماء ديال البير، حاولوا ما تبقاوش تلبسوا الحوايج ما مشينش، والحوايج اللي شويه فازقين وباردين. حاولوا الا كنتوا خارجين وجيتوا عرقانين توت سويت دخلوا دوشوا ولبسوا حويجات نقيين باش عمر البهاك ما يجي لكم، وتبعوا الوصفه وغادي تجيب لكم النتيجه الحمد لله. انا صديقه ليا كان فيها البهاك ودارت هاد الوصفه، الحمد لله تنقى ظهرها، تنقوا يديها لمده 3 ايام، ولكن دارت الوصفه بهذه الطريقه اللي قلت لكم، ونتيجتها مضمونه وروعه وفعاله. غير هي اي حاجه دواء ديال العرب او وصفه عربيه، ما عمركم ما تغسلوا كما قلت لكم بشي حاجه ديال الدوش ولا الصابون الطاوس ولا لا، عاد ديروا على اللي عليك، عاد تغسلوا الصابون الكف. وملي غادي ديروا هاد المده ديال 3 ايام ديال هاد الوصفه اللي فيها الخل والكبريت اللي كتصلح للبهاك، غادي ملي غادي تشوفوا راسكم تنقيتوا من البهاك ما بقى حتى شي حاجه، ولكن غادي تداوموا على صابون الكف، ما تغسلوش بجيل دوش مده شهر. غتحس بي، غديري وريقه وستيلو وتقولي فوالا ها نهار بديت، امتى غنكمل الشهر. ملي غتكملي الشهر بالصابون الكف، هذيك الساعه الغسيل بالصابون الكف والعمان بالصابون الكف والدوش بالصابون الكف، غادي تقدري ترجعي لحياتك الطبيعيه، وغادي تقدري تدوشي بجيل دوش ولا الصابون اللي كديري، تقدري ديري الكريم اللي بغيتي غير المده اللي كتكونوا ديروا فيها الدواء. ما ديروش لا كريم لجسمكم، ما ديروا لا ما تغسلوا وتدوشوا بجيل دوش ولا شي صابون فيه الريحه ابدا ابدا ابدا. وبعدو على المناطق الحساسه ملي ديروا هاد الدواء اللي هو الكبريت، اللي هو الكبريت، بعدو على المناطق الحساسه، غديروا الكبريت مع الخل، بعدو على المناطق الحساسه. انا كنعاود فيها لانه خطر، وملي تكونوا ديروه حاولوا ما تبعدوا يديكم، ما تمسوش عينيكم، ما تمسوش فمكم، ما تنسوش نيفكم، حاولوا تجنبوا. ملي تساليوا الدهنوا ظهركم ولا اختك ولا الوالده ديالك كدهن لك وهذا وهذا، تغسلي يديها مزيان 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 بالصابون ديال الحجره، وغادي كلشي غادي يمشي من يديها. وانتم اللي كتعالجوا من البهاك بهاد الوصفه، ما تعوموش لمده 3 ايام، كتبدلوا غير حويجاتكم في الليل وكديروا الوصفه جديده وكتنعسوا لمده 3 ايام. نهار الرابع تمشي دوشي، ولكن عدوشي بصابون الكف، ولكن عتكملي شهر كامل وانت كدوشي بصابون الكف، وما ديري لا كريم ما ديري حتى شي حاجه، لا جيل دوش لا صابون في الريحه لا والو، عتبقي على صابون الكف لمده شهر. وان شاء الله راه غادي تجيب لكم النتيجه، وان شاء الله غادي تجيب لكم نتيجه روعه مضمونه
الحمد لله صاحبتي صديقة ليا تشافت منها الحمد لله. يعني ما نقولش لكم الظهر ديالها كان وكان عندها هنايا في اليد ديالها هنايا، كل شيء مشى ليها الحمد لله. مدة 3 ايام دارتها، ونهار الرابع دوشات وبقات كدوش غير بالصابون ديال الكف، هو اللي كدوش به ديال الحجرة، هو اللي كدوش به لمدة شهر والحمد لله وتشافت. واي دواء كنعطيه لكم بحال داك الدواء اللي عطيت ديال البواسير، ملي تجيو تبغوا ديروا الوصفه اغسلوا بالصابون ديال الحجره، ما كاين ما احسن من الصابون ديال الحجره. والواحد ينشف مزيان، يغسل بالصابون ديال الحجره وينشف مزيان. كنتمنى البنات نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وكما قلنا البنات، هاد الوصفه مكونه من الكبريت اللي هو هذا، ها هو، تجيبي جوج دراهم كافيه وكفى، تعطي فيها العرار. وتجيبي خل تفاح يكون عند شي عطار ولا باغا فارماسي ولا شي عطار موثوق منه ودايره فيه الثقه. تجيبي الخل تفاح، انا كنديرو على يدي كما قلت لكم، ان شاء الله دابا ندير لكم الوصفه. الوصفه فيها الكبريت وفيها خل تفاح. كتشدي معلقه ديال الكبريت تتحطيه هنايا، كتحطي معلقه كبيره عاوتاني ديال خل تفاح حتى هويا كتحطيه هنايا، وملي كتحطيه ها هو باقي عندنا، كتبقاي تخلطي فيه، تخلطي فيه هكا وكتذوبي دوك الكويرات اللي مكورين ديال الكبريت اللي دايرين بحال الكويرات، تديري هكا تيكون عندك خليط بحال هكا، كيكون عندك خليط بحال هكا. وملي غيكون عندك خليط بحال هكا غادي ديري الطريقه اللي قلت لك. اول حاجه ما تنساوش البنات، ما تجيش ديري لي الدواء هكاك وصافي، لا، غادي تمشي تدوشها بنت الناس، وغادي تغسلي بالصابون ديال الكف. وملي تغسلي الصابون ديال الكف حبيبتي عاد باش تجي ديري لي الوصفه. وملي تغسلي بالصابون ديال الكف نشفي مزيان جسمك ودهني البلايص اللي فيهم البهك لمده 3 ايام. ما تدوشيش كما قلنا، كل نهار ملي نبغي نجي نعس ندير الوصفه نخلطها نوجدها نخليها ابار، ونمشي نوجد حويجاتي اللي على اللبس، وندهن البلايص اللي فيهم البهك، ونبعد على المناطق الحساسه، ونلبس حويجات نقيين، ونمشي نعس. نهار الثالث عاوتاني ملي نجي نبغي نعس نخلط الوصفه ديالي. ملي نخلط الوصفه ديالي نحطها نخليها تذوب على خاطرها، ها انت شتي، نخليها تذوب على خاطرها، فوالا نخليها تذوب على خاطرها، ونمشي نوجد ليا حويجاتي، ونجي ندهن البلايصه اللي فيها البهك. وملي ندهن البلاصه اللي فيها البهك نلبس حويجاتي نقيين عاوتاني ونعس. ونهار الثالث هكاك، ونهار الرابع نمشي ندير ليا حمام فاعل تارك بالصابون ديال الكف، ونداوم على صابون ديال الكف لمده شهر. ونهار الثالث غادي تدوشي وغادي تشوفي حتى نقطه ديال البهك ما تبقى فيك، حتى نقطه ديال البهك ما تبقى فيك. كما قلنا البهك فيه المارو وفيه الابيض، مالين اللي فيهم البهك مارو يديروا هاد الوصفه ديال الكبريت وخل تفاح، ومالين البهك الابيض حتى هما يديروا هاد الوصفه اللي هي ديال الكبريت وخل تفاح. نتمنى البنات نكون فدتكم حبيباتي، ونتمنى لكم الشفاء العاجل غير الاجل، ونتمنى لكم الصحه والعافيه تدوم علينا كاملين وجميع المسلمين. الله يشافيهم اللي مرض، الله يشافيه، الله يعمر ربي ييسرها. وبسلام عليكم، وان شاء الله نكون فدتكم في هذه الوصفه وكنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. وان شاء الله تكون الفكره وصلت لكم، والمعلومه ديال الكبريت والخل التفاح وصلت لكم، والطريقه ديال 3 ايام اللي ما فيهاش العمان نديروها كما قلت لكم وصلت لكم. ونتمنى لكم الخير والرباح والتيسير والرزق. وبسلام عليكم حبيبات قناه مفتاح الخيرات، في فيديو قادم ان شاء الله.